الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات على بركة الله وتوفيقه. ينطلق شوطنا الخامس بتعداد أشواط هذا المساء لنتابع منافسات هذا المساء وانطلاقة هذا الشوط من مسافة 8 كيلومترات المخصصة لسن وفئات الحيل. فئات الحيل وانطلاقة هذا الشوط لنتابع منافسات هذه المسيرة. أول المراكز، أول المنطلقات، أرامل تفتتح النداية والإذاعة الظبي، تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر فهد بن حسين النعيمي. ثاني المراكز تقدم منصورة، تعود ملكية سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، يضمرها علي بن حمد بن حسين بن جرحب. وثالث التحديات تتابع عدود، تعود ملكية الشحارية والمضمر جابر بن سالم بن فاران والنقلة إلى المركز الرابع. وتابع الوجبة، تعود ملكية لهجة الشحانية ضمرها جابر بن سالم بن فاران. وخامس المراكز تتقدم السيرية، تعود ملكية لهجة الشحانية يضمرها السلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة بمسيرة هذا الشوط. ونعود إلى أول المراكز بعد أن أذعنا الأسماء الخمسة الأولى للوفاء والتمام، لنستجد النداء مع ندائنا الجديد ومع الأسماء المنطلقة المتواجدة بمسيرة هذا الشوط. أول المراكز وأول المنطلقات ما زالت الظبي هي القائدة والمسيطرة على زمام أمور هذا الشوط. نتابع الظبي بمسيرتها وانطلاقتها مع الصدارة، تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سيد المكتوم، يضمرها فهد بن حسين النعيمي. من يتابع الظبي بانطلاقاتها وبتقدمها امام الصفوف وامام الاسماء مع المركز الاول. ثاني المراكز التواجد من قبل عدود، عدود على المركز الثاني تنطلق بهذه اللحظات وتتقدم حامله لشعار هجه الشحانيه، يتابعها الشبل جابر بن سالم بن فاران. يقدم لنا عدود كما قدم لنا نصيحه في شوط ما قبل الماضي في شوط الثالث مع انطلاقة سن الحيل، يقدم لنا هذا المسمى ليحظى بنقطة ثانية مسائية مع هذه الأسماء المتواجدة. المركز الثالث تواجد منصورة، تعود ملكية سعادة الشيخ عبد التميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، ضمنها الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحم. من يتابع لنا منصورة اللي نراها على الصورة واضحة بهذه الانطلاقة على ثالث المراكز. رابع التحديات، نتابع هذه الانطلاقة ونتابع الوجبة والورقة الثانية اللي رافقها شبل المضمرين، تحمل لنا الوجبة شعار الشحانية، يتابعها جابر بن سالم بن فاران بعملية التضمير. والمركز الخامس، خامس الأسماء السيرية، تعود ملكية الشحانية يضمرها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يقدم لنا السيرية كما قدم لنا مواري في أول أشواط الحيل وقدم لنا الشقب في شوطنا الذي انقضى قبل قليل. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، إذا لم يتجدد أي جديد على الأسماء المنطلقة والمتواجدة. نذكر بصاحبة أفضل توقيت زمني، هي صاحبة الشوط الأول الرئيسي اللي تابعناه في هذا المساء مع افتتاحية أشواط هذا المساء اللي هي مواري، من أيضا روت لنا رواية جميلة وأيضا تكلمت لنا في أمطار الناموس وفي انطلاقة أول الأشواط عن اندفاعيتها نحو الناموس ونحو التتويج من هجن الشحانية، قدمها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، وكان توقيتها الزمني 12 دقيقة 56 ثانية و66 جزء من الثانية كما تتابعون عبر شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا يا أحمد السادة، شكرا محمد فيضي من أيضا يقدمون الجديد ليستمتع المتابع والمشاهد خلف شاشات قناة الريان. نعود إلى مجريات الشوط لنتابع ماذا يجري من أمور وتغييرات في هذه الانطلاقة. تغيرت أمور الصدارة، انطلقت عدود لتثبت الوجود بأنها متواجدة والكل يعد لها 1000 أيضا حساب مع هذه الانطلاقة ومع هذه المسيرة. أول المراكز عدود لهجة الشحانية
جابر بن سالم بن فاران من يتابعها بالانطلاق ويقدم أيضا شقيقتها بالعزم على المركز الثاني، يقدم لنا الوجبة على ثاني التحديات تعود من الكلج الشحانية ويتابعها المضمر نفسه جابر بن سالم بن فاران. المركزين الأول والثاني مع هجن الشحانية ومع المضمر جابر بن سالم بن فاران. ثالث المراكز تقدم منصور لسعد الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة، الثاني يقدم علي بن حمد بن حسين بن جرحبي عملية التضمير. والمركزين الرابع والخامس نتابع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم باختلاف المضمرين، باختلاف المضمرين فهد بن حسين النعيمي وكذلك ايضا عبيد بن بريك المري عمدة المضمرين، عبيد بن حمد بن بريك المري عمدة المضمرين من يقدم لنا مزون على المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى، نداءنا الثالث إذعنا على مسامعكم بالوفاء والتمام بعدما تابعنا التغيرات التي طرت وجرت على مجريات هذا الشوط، لنتابع خلف الخمس أسماء ما بعد حان موعد تواجدها بالنداء. ترقبوا قدوم الأسماء، قدوم الشعارات واقتراب الشعارات من بعضها البعض لتحلو المنافسة بهذه المسيرة، لنستمتع بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة الخامسة في هذا المساء. لنتابع هذه اللقطة الجميلة من أيمن الميدان لنرى أيضا صورة واضحة للأسماء والشعارات المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط بتواجد الأسماء اللي هي خلف الخمس وأيضا في دائرة النداء. أعود إلى الصدارة وإلى حاملة رقم خمسة. تغيرت أمور الصدارة أيضا من قبل الوجبة، انطلقت الوجبة مع المركز الأول لتغير أمور أول المراكز وتكون هي القائدة المسيطرة على المقدمة. هجر الشحانية من تمتلك الوجبة، المضمر جابر بن سالم بن فاران من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني نتابع عدود الهجر الشحانية وتابعها جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث تقدمت في هذه اللحظات مزون، انطلق شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مع عمدة المضمرين عبيد بن حمد بن بريك المري، وهنالك ايضا قدوم شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مع انطلاقة شانية ومع مضمر القرن فيصل بن طالب المري مع المركز الرابع. خامس المراكز أرى أيضا تقدم شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الظبي وفهد بن حسين النعيمي. ثلاثة أسماء من شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وهنالك اسمين مع الصدارة مع المقدمة من شعار هجر الشحانية وبرفقة المضمر جابر بن سالم بن فاران. أرى تدخل الأسماء، أرى تدخل الشعارات، بدأت الأسماء تتغير في دائرة النداء وفي الخماسية المسيرة. لنرى نجوم جديدة ساطعة على النداء وعلى هذه المسيرة، ولكن إنها حافلة بالإنجازات والكل يعرف هذه النجوم ليست بجديدة على رياضة الهجن ولا على منافسات هذه السباقات المحلية وسباقنا المحلي السادس اللي نتابع به المنافسة من المرحلة الثانية وفي آخر يوم من سباقنا المحلي السادس ليستر الستار على هذا المحلي، ونبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع منافسات الصغار ومع سباقنا المحلي السابع. أعود إلى الصدارة نتابع المقدمة لنتابع أمور الصدارة، نستجد النداء مع أول المراكز لنرى ماذا جرى على المقدمة من تغيير، من انطلاقات، من تسللات الأسماء الأولى. لنرى الشانية من قادت الأسماء وتسللت إلى أول المراكز، هذه هي الشانية وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر فيصل بن طالب المري من يتابعها بالتضمير. ثاني المراكز الوجبة لهجر الشحانية يتابعها جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث عدود لهجر الشحانية يتابعها جابر بن سالم بن فاران. والمركز الرابع حاملة الرقم 4 يا لحلات الصدف تقدمت السيرية إلى رابع المراكز، لهجر الشحانية يتابعها سلطان بن محمد الوهيبي. خامسا تقدمت هوايل وصلت لأول ندى لتكون من الأسماء الخطيرة بالانطلاقات ومن الأسماء المرشحة بتواجدها بالنداء مع دائرة الأسماء الخمسة الأولى. هوايل لهجر الشحانية يتابعها الشيب الذهبي سالم بن فاران المري من يرافقها بعملية التضمير.
قضمير، وهنالك ايضا اسماء غادمه ما بعد حان موعد تواجدها بالنداء، تقدم الشعارات، وصول الاسماء لنتابع أول المراكز، لنشاهد المقدمة والصدارة، ولنتابع أول المراكز مع المقدمة. نعود إلى الصدارة، إلى أول المراكز مع الشانية، من تقود الأسماء. ما زالت الشانية مسيطرة، تمام السيطرة، بدأت تتقارص الأمتار وبدأت تتضح المنصة الرئيسية وخط النهاية، يقف حبا واحتراما لهذه الهجن المشاركة والمتواجدة. الأسماء ما زالت بالمغرب من بعضها البعض، ما زالت الأمور هادئة حتى الآن. شدوا الحيل يا أهل الحيل، أحد يحرك ويبدأ بالانطلاق. بدأت الأمور تتجه بالاتجاه السليم مع اقترابنا من لافتة الكيلو متر الأخير. بدأت الأسماء مع افتتاحية الكيلو متر الأخير. 1000 متر ما تبقى على الناموس، ومن هو اللي بنقول ألف مبروك مع هذه الانطلاقة؟ عادت عدود لتثبت الوجود مع انطلاقة أول المراكز. وما زالت الشانية محلقة على ثاني التحديات، المركز الثالث السنية بدأت تنجرف كالسيل الجارف مع المركز الثالث، المركز الرابع حوايل لهج الشحانية، خامسا تقدم خطيرة وقدومها الخطير لهج الشحانية. أعود إلى الصدارة، أعود مع عدود والشانية والسنية، السنية والشانية وعدود بشعار هج الشحانية وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم برفقة مضمر القرن فيصل بن طالب بن شفيع، من يقدم لنا انطلاقة الشانية مع أول المراكز، مع القيادة، مع المقدمة، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، ولكن السرية بدأت ترفع راية المنافسة مع المركز الثاني لهج الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. العملاق يتابعها، والشانية طارت بالناموس، طارت بالتتويج، طارت بالسلام، سلام وتحية واحترام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، ولشعاره ولظهوره المميز في هذا المساء والثانية لمضمر الغرن فيصل بن طالب بن شفيع على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز، وصلت سيدي الهجي الشحانية مركز ثالث، وصلت شهد الكرام هوايل الهجي الشحانية رابعا، عدود الهجي الشحانية خامسا، وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مشاهدي الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا هذه الانطلاقه وشاهدنا هذه المنافسه حتى خط النهايه، كان الناموس مرافقا للشهانيه والسلاله الشهانيه اللي حضرت في هذا المساء، وكان الناموس مرافقا لشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فوزي الشهانيه. نتابع لحظة قدوم شانية لخط النهاية مع الفوز والناموس، توقيت الزمني 13 دقيقة ثانيتين 24 من الثانية. الثانية تلك هذه الشحانية أو لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الثانية للمضمر فيصل بن طالب بن شفيع المركز الثاني. وصلت السيلية 13 ثانيتين 91 من الثانية. الثانية تلك هذه الشحانية، والثانية سلطان بن محمد الوهيبي. وصلت هوايل على المركز الثالث، الثاني والتبريك على الهجي الشحانية 13 دقيقة 3 ثواني 99 من الثانية، والثاني المضمر سالم بن فاران المري. إذا شوط جديد ينطلق.